حياكم الله من جديد. الشائعات الأمنية تمثل أحد أخطر التهديدات التي قد تؤثر على استقرار المجتمعات، فهي تستهدف زعزعة الثقة، نشر الفوضى، وتستغل أيضا قضايا حساسة لبث القلق والخوف بين أفراد المجتمع. تنتشر هذه الشائعات بسرعة خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال المطروح: ما هي أهداف هذه الشائعات وما هي الأساليب التي تتبعها؟ نتحدث بتفصيل أكثر مع ضيفنا الذي ينضم معنا في الاستوديو، الأستاذ مشعل الوعيل، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. حياك الله معنا أستاذ مشعل، شكرا لقبول الدعوة. شكرا لكم على إثارة هذا الموضوع. الله يحييك. خليني أتكلم يمكن بالبداية قبل ما ندخل يمكن بتفاصيل الشائعات وطبيعتها، نبغى نعرف يمكن الأسباب الرئيسية اللي تجعل الشائعات الأمنية تنتشر بسرعة. صحيح. مو بس في مجتمعنا، في أي مجتمع. صحيح. وش الأسباب؟ قبل أن نتحدث حقيقة عن الشائعات الأمنية، بود أن نتحدث عن عموم الشائعات. في قاعدة رياضية تقول بأن الغموض ضرب الأهمية تساوي الإشاعة. كل ما كان الموضوع حام لدى الناس ويكتنفه الغموض، قطعا ستتشكل وتنمو الشائعة. ولهذا دائما وأبدا ما نناشد ونطالب بمبدأ الشفافية، تحديدا في المواضيع الهامة لدى الأشخاص. نعلم أنه في الأزمات تنشط الشائعات بشكل كبير جدا، وتصبح حقيقة متداولة بشكل كبير جدا. هذا اليوم نجد أن واحدة من الأساليب الحكومية حقيقة في معالجة أي حراك تنموي أو حتى أي حراك أمني أو حتى حراك عسكري، لما كانت مثلا إبان عاصفة الحزن، وجود المتحدث الرسمي والتعاطي المباشر. حتى في جائحة كورونا كان عملية التحدث الإعلامي المباشر حتى تؤد الإشاعة في مهدها. ولهذا أعتقد بأنه هناك حقيقة قراءة للمشهد بشكل جيد. نعلم أن الشائعات لعبت دور كبير واستراتيجي حقيقة في كثير من النزاعات وكثير من الحروب، ولعل الحرب الباردة كثير من الأقاويل حينها يعني تم تغذيتها واعتمدت عليها بشكل كبير من خلال بث الشائعات. ومن يمتلك حقيقة وسائل الإعلام يصبح لديه الذراع الأقوى، ويمكن هذه وسائل الإعلام هي أن تكون أداة لبث هذه الإشاعات. أما فيما يخص القضايا الأمنية وتحديدا في مجتمعنا، لا شك أنه المجتمع أيضا كلما كان هناك حالة استقرار، كلما كانت هناك حالة تنموية جيدة وحركة تنموية جيد، كانت الأمور يعني بحمد الله مستقرة. ولهذا من يريد أن يزعزع أمن هذه البلاد، من يريد حقيقة لخبطة الأوراق ولخبطة مزاج الرأي العام اللي موجود في المملكة، حاولوا مهاجمة المملكة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومن سبقها أيضا من خلال عمليات متطرفة وعمليات إرهابية، محاولة ضرب وحدة هذا الوطن، محاولة زعزع ثقة المواطن في وطن، أخفقت كافة تلك الأساليب. لا شك أنه هذه تعتبر دعاية سوداء، استخدموا أساليب حديثة من خلال الشائعات، بحيث أيضا ما تكون شائعات يعني دعنا نقول مباشرة، وما تكون شائعات حقيقة يعني سهل كشفها. كثير من الشائعات اعتمدت بأسلوب إما من خلال حسابات موجودة، من خلال معرف يغرد لفترة طويلة على أنه متعايش في السعودية، وبالتالي يعني يحظى بثقة المجتمع السعودي، ومن ثم يبدأ يبث الإشاعات. اليوم هي واحدة من الأساليب التي تستخدم، وداخلها أيضا في ما يسمى بحروب الجيل الرابع، الحرب الإلكترونية، محاولة مس لحمة المجتمع أو يعني مس استقرار المجتمع من خلال بث هذه الإشاعات. المهم أننا نقول أننا مجتمع اليوم ولله الحمد محصن بشكل كبير جدا، قادر يعني على قياس أي أبعاد لأي خبر مضاد موجود لديه، يعرف أبعاد جميع الرسائل اللي موجودة. وهذا حقيقة حصلنا لفترات طويلة من كثير من الأساليب التي استخدمت ضد المجتمع السعودي. التحصين موجود، وخلنا نتفق أنه موجود، والوعي موجود. نعم. وردة الفعل السريعة من قبل الجهات الحكومية في كثير من القضايا سريعة وفعالة، مو بس سريعة. صحيح. لكن التساؤل اللي يطرح، هذا التحصين إلى متى بيبقى وكيف ندعمه زيادة؟ صحيح. اليوم عندي أجيال قاعدة تدخل. صحيح. في السوشيال ميديا. صحيح. تحديدا خلفيات مختلفة، فهم مختلف، كيف أقدر أضع تحصين وأدعم زيادة فترة عن فترة؟ وش نحتاج؟ جميل جدا. شوف، أول تحصين موجود ولله الحمد هو متوفر لدينا، هو ثقة المواطن في وطنه وفي قيادة وطنه. هذه بدون أدنى شك يعني مرت بالمملكة عواصف عدة لم يعني تتحرك أو لم تزعزع هذه الثقة، وبدون أدنى شك هذا أمر يعني هو الركيزة الأساسية التي ننطلق منها، لأن جميع ما سنتحدث عنها الآن هي أمور ثانوية عند اللبنة الأساسية اللي هي ثقة المواطن في وطنه وفي قيادة وطنه. الجانب الآخر وهو يعني
حقيقة أشكرك على تساؤل كيف نزيد عملية التحصين. هي عملية أيضا مهمة جدا، لأنه أيضا عملية بث الإشاعات واستخدام الدعاية الرمادية أصبحت أكثر ذكاء. يعني في كل سنة ستبتكر أساليب حديثة، ستبتدع أساليب جديدة، حتستخدم تقنيات لم تكن مستخدمة في السابق. علاوة على ذلك أنت مجتمعك يختلف كل سنة، يعني زي ما تفضلت يدخلون لاعبين جدد في الساحة، وبالتالي يعني الإشاعات اللي كانت موجودة مثلا إبان أزمة كورونا، اليوم في جيل جديد طلع بعد أزمة كورونا، وبالتالي لهم وسائل إعلام يتعرضون لها وممكن يتلقوا الرسائل. وبالتالي مهم جدا حقيقة أن نستحدث أساليبنا في عملية التحصين. مهم جدا، ولطالما يمكن ناديت بهذا الجانب، أن يكون لدينا مادة في التعليم العام بما يخص التربية الإعلامية، مفهوم التربية الإعلامية. مهم جدا هذه يعني هذه المادة أن تعطي الطالب الأبعاد الإعلامية، ماذا نعني بالشائعات، كيف تتثبت من المعلومة إذا تلقيتها. مهم جدا 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 أن تعرف مصدر المعلومة. يعني بعض الأشخاص في السابق كان ممكن يتلقف المعلومة من أي جروب في الواتساب ويتداولها على أنها حقيقة مسلمة، وبالتالي يعني نجد حقيقة صعوبة في ملاحقة الشائعة. اليوم نحن بحاجة إلى منهجية واضحة، استراتيجية واحدة واضحة ومحددة في كيفية وأد الإشاعات منذ بدايتها. اليوم الأجهزة الحكومية تؤدي دورها بشكل جيد من خلال المتحدث الرسمي والبيانات اللي تصدر والشفافية والتفاعل في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن أيضا هناك لابد يكون هناك إسهام مجتمعي. طبعا الإسهام المجتمعي من وين يتم؟ من خلال الأسرة، من خلال المدرسة، ومن خلال الجامعة. مهم جدا حقيقة أن نغرس لدى النشء عملية المفهوم الإعلامي، التربية الإعلامية، كيف تحصن ذاتك من الشائعات، أنت وين موقعك كسعودي من الإعراب، وأنت لابد أنك تعرف حجم الاستهداف اللي أنت قاعد تتعرض له. فشلوا في استهدافك بطرق تقليدية، يحاولون الآن استهدافك بطرق غير تقليدية. خلني نروح يمكن أو أرجع لنقطة الأساليب، وهي نقطة مهمة جدا، وانت ذكرت ايضا بمعرض حديثك انه اليوم عندنا تقنيات جديده. خلني سؤالي من شقين، الشق الاول وش الاساليب اللي تتبع اليوم لترويج الشائعات الامنيه وتحديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وش دور التقنيه، تطور التقنيه وتحديدا الذكاء الاصطناعي؟ جميل جدا جدا جدا، اشكرك على هذا التساؤل، لكن بودي حقيقه ناخذها في سياقها التاريخي. يعني في السابق الجماعات المتطرفه كانت تستخدم اشرطه الكاسيت، اشرطه الفيديو، ومن خلال عمليه التهريب واحيانا المنشورات، ونعرف احيانا كيف تم القبض على كثير من هذا الجانب. تقريبا الى يعني الى القاعده كانوا يستخدمون هذا التكنيك في الدعايه الرماديه. داعش كانوا اكثر ذكاء واستوعبوا ظهور شبكات التواصل الاجتماعي. كان معرفات اللي موجودة في تويتر حينها تدخل فيها هاشتاقات رياضية، هاشتاقات ترفيهية، هاشتاقات تقيم مسلسلات، ما إن تستطيع اقتناص الفريسة حتى تبدأ تغيير لغة الحساب وتبدأ حقيقة اقتناص المتلقي بشكل أذكى من السابق. وبالتالي هذه دلالة على أنهم غيروا التكنيك في الوصول إلى الفريسة. اليوم لا شك اللاعب الرئيسي والمغير عملية الذكاء الاجتماعي، ممكن من خلالها الذكاء الاصطناعي، ممكن من خلالها، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أن أبث معلومات مصطنعة، أن أخلق محتوى مصطنع، أن أجتزئ صوت شخص آخر وبث على أنه صوت لشخصية مثلا مرموقة وما إلى ذلك. يعني لما جت في البدايات عملية أحيانا تركيب أصوات فنانين على أغاني فنانين آخرين، أخذنا في إطارها الترفيه، ولكن الخطر أنه ممكن بكرة أقتنص يعني شخصية عامة بارزة وتالي بالضبط، وأبث من خلالها معلومات، وممكن الناس يتناقلون على أن هذا والله صوت رسمي للمملكة، وبالتالي تبنى آراء وقناعات بناء على ذلك. ولهذا اليوم مع الذكاء الاصطناعي مهم جدا أن نعي أبعد ذلك، مهم جدا أن نعرف مصدر المعلومة. دائما نقول أنه واحدة من الأطر في كشف هذه الدعاية أن تعرف مصدر المعلومة، وأيضا الخلفية التاريخية لمصدر هذه المعلومة. هل مصدر المعلومة هذا له سوابق عدائية تجاهك؟ هل مصدر المعلومة هذا مجهول بالنسبة لك؟ كل هذه أمور حقيقة تجعلك تدور في فلك الشك. لا شك أنه اليوم اللاعب الرئيسي والمحرك الأساسي للشائعات الحديثة موضوع الذكاء الاصطناعي، لأنه فعلا أستطيع تحوير كافة الأمور بشكل أو بآخر. صحيح، يبقى المصدر، مصدر المعلومات أو المصدر الموثوق هو اللي هو الأساس. خلينا نروح الجزئية مهمة جدا، وهي وش نوع القضايا الحساسة اللي دائم تستهدفها الشائعات عادة، وليش يختارون هالقضايا هذه؟ ليش هالقضايا تحديدا؟ صحيح، هو شوف بلا أدنى شك، أنت إذا أردت أن تمس أي مجتمع
ينعم باستقرار أضربه في نسيجه الأمني، يعني كل ما مسيت نسيجه الأمني كل ما أحدثت حالة من الزعزعة أو حالة من الفوضى. نعلم أننا نحن اليوم يعني ولله الحمد منذ وحد الملك عبد العزيز هذه البلاد يعني ننعم باستقرار أمني عالي جدا اليوم، استقرار أمني، مشروع تنموي ضخم. الشعب هنا نقطة مهمة جدا، يثق في قيادته ويثق في مشروع التنموي بشكل كبير جدا، وبالتالي مهم جدا لمن أراد زعزعة هذا الجانب أن يلعب على هذه الثالوثة اللي موجود. حاولوا زعزعة ثقة المواطن في قيادته وفي وطنه وفشلوا في ذلك. حاولوا حقيقة استغلالنا من خلال أعمال إرهابية وما إلى ذلك، وشاهدنا حقيقة جهود أمنية استباقية في إحباط الكثير من الأعمال، أيضا من عملية ضرب المجتمع من خلال آفة المخدرات وما إلى ذلك، ومحاولة يعني ضرب المجتمع من خلالها. اليوم حرب الشائعات يحاولون حقيقة مس نسيجنا الأمني، يجعلك كمواطن تشكك في كفاءة أجهزتك الأمنية، ومن قبل كفاءة أجهزتك الأمنية تشكك في الأمان اللي موجود لدينا، وبالتالي يحاول حقيقة نسج واختلاق قصص تضرب هذا الموضوع. مهم جدا أن نعرف اليوم هم لي يعني لم يطرقوا هذا الباب فقط، يحاولون ضرب نسيجك الأمني وأيضا قناعتك بالمشروع التنموي، يعني دائما يبثون برسائل بطريقة أو بأخرى، ولكن ولله الحمد يمكن المشاريع التنموية كفيلة بأن ترد على الحقائق على الأرض صراحة، وإحنا ناس قاعدين نتعايشها يعني بالضبط، صح نعيشها كل يوم بالضبط. يعني أنا أذكر أحد الوسائل الإعلام الأجنبية جاءت إلى المملكة وذهبت إلى أحد المزارع في منطقة الخرج، هي حاولت أن تبعد عن الصوت الرسمي السعودي، ولما تحدثت معهم كانت إعلامية أعتقد فرنسية، اكتشفت أنه إجاباتهم هي مماثلة للي يطرح في وسائل الإعلام، وبالتالي هذا الشعب بكل أطيافه وبكل مكوناته مؤمن بهذا المشروع التنموي، مؤمن برؤية الرجل العظيم محمد بن سلمان. اليوم نتحدث يحاولون ضرب ثقتك في النسيج الأمني في أمانك اللي موجود، ولكن شاهدنا حقيقة ردة فعل مجتمعية واعية جدا، وهنا أنا بنيت فكرة أن مجتمعنا أصبح أكثر وعيا مما كان عليه في السابق. يمكن هذه القضية لو جاءت في بداية السوشيال ميديا أعتقد سيكون حجم تأثيرها كبير، وكان ممكن البعض يشكك في الرواية الأمنية ويصدق ما يتداول في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن تراكم التجارب، التحصين اللي موجود اللي هو أساسه ثقة المواطن في وطنه، أعتقد أنها قاعدة تلعب دور كبير، ولكن يجب أن لا ننكف عند هذا الحد، لا يجب أن لا نقف عند هذا الحد، لابد أن نتطور في معالجتنا ومكافحتنا للشائعات. هم يتماهون مع التطور فيفترض أن نتماهى أيضا معه، لكن هذا لا ينفي أنه فيه شرائح اليوم بالمجتمع تتفاعل بشكل صحيح أو بآخر مع الشائعات الأمنية. هل هناك باعتقادك يمكن أسباب خلف هذا التفاعل؟ هل هو عدم وعي؟ هل هو بحث يمكن عن معلومة؟ وش الأسباب اللي تخلي فئة معينة تتفاعل مع شائعة أمنية بدون التحقق منها؟ صحيح، شوف في السياق العام الناس أحيانا يبحثون عن الأخبار والمعلومات الغير متداولة وغير مألوفة، وبالتالي ممكن يلجأ إلى يعني تصديق قصة غير واقعية أكثر من تصديقها لقصة واقعية. لا شك أنه عدم الوعي في المقام الأول هذا دور جدا كبير، أيضا من هم يعني من الفئات اللي تتناقل الشائعات، وهنا نلعب دور جدا كبير. سبق وأنه يمكن تحدثت في أكثر من مناسبة إعلامية بأنه الواتساب يلعب دور جدا كبير، لأنه مشكلة الواتساب أحيانا يأتي كقصاصة منفردة، وبالتالي هذه القصاصة تعطيك إيحاء بأن الموضوع مسلم فيه وحقيقي، ويصعب عليك أنك تعود للمصدر، بينما مثلا لو تغريدة في تويتر أو والله سناب معين أنت عارف من هو المصدر، وبالتالي تستطيع التثبت من المعلومة. ولهذا الواتساب نرجع نقول هو واحد من أكبر يعني مسببات الاجتماع الشائعات تحديدا في مجتمعنا، يمكن في مجتمعات أخرى في منصات أخرى، ولكن نلعب دور أن اليوم حتى في موضوع الجروبات في أشخاص أصبح لديهم من الوعي من الحصافة اللي يقدر يفرز هذه المعلومات ويقدر ينفي ويلعب دور النفي. المهم عندنا حقيقة أن نلاحق هذه المستجدات في عالم الشائعات. مهم جدا أنه اليوم حتى الجهات الحكومية القطاعات الحكومية أن تتواجد في كافة الشبكات وكافة المنصات. دائما نقول إذا أردت أن تحارب شائعة أو تحارب معلومة مغلوطة اذهب لذات الميدان الذي طرحت فيه،
يعني على سبيل المثال لا الحصر لو كانت هذه المعلومة طرحت في شبكات التواصل الاجتماعي وانت كجهة حكومية قاعد ترد في وسائل الإعلام التقليدية، إذا انت قاعد ترد في منطقة ليست المنطقة، رسالة مختلفة وجمهور مختلف وقناة مختلفة، قطعا ولهذا مهم جدا اليوم نلاحق هذه الشائعات في الميادين التي طرحت من خلالها. أيضا عملية النفي، يعني بعض الجهات يمكن أحيانا نجدها في بعض القطاعات تحديدا الرياضية، أحيانا ما يسمى النفي يجلب الإثبات. طريقة نفيك لابد أن تكون حقيقة طريقة موضحة ومفصلة بالأدلة وبالبراهين. أيضا إذا استخدمت الشائعات أو استخدم في الشائعات، ليش بالرياضة تحديدا؟ أحيانا لأنه ما تكون إشاعات، تكون معلومات حقيقية، وبالتالي بعض مراكز الإعلامية مثلا في الأندية تعمد للنفي لأجل النفي فقط، فبالتالي أحيانا طريقة النفي وأسلوب النفي تعطيني الإثبات، تعطيني الإثبات. يعني النفي هو إثبات من يعني خلينا نقول استقراء صحفي، أنت تعرف أنه هذا النفي يؤدي إلى إثبات، ما يبيك توصل فوقف لك الباب من أول. صحيح. أيضا نقطة أخيرة، إذا المدعي أو المتبني للإشاعة استخدم وسائط متعددة، مهم جدا أن تستخدم ذات الوسائط المتعددة. اليوم نجدها مثلا في الأمن العام لما يلقي القبضة يعني على فيديو متداول يعمل تغبيش على نفس الفيديو حتى يعطيك دلالة واضحة وصريحة أني أنا استهدفتها، ما ردت عليك بكلام إنشائي وبعبارات إنشائية. حديثك صراحة استجلب عندي يعني نقطة، دائما إحنا كصحفيين كإعلاميين نضع عليها الكثير من الاستفهامات، اللي هي مفهوم أن الصحفي اليوم يلحق السبق، لكن لحاق السبق بالنسبة للصحفي محكوم بميثاق إعلامي، محكوم مصداقية وموثوقية والعديد يمكن من العناصر اللي لابد أنها تتوفر لينشر هذا السبق، ويمر بإجراءات طويلة عشان ينشر هذا الأمر ويعتقد أنه فيه مصلحة عامة. التحدي اللي أمامنا أنه السبق هذا أخذ مفهومه رواد التواصل الاجتماعي، وأصبحوا يعني يبثون من خلاله الإشاعات، يتلقف معلومة ينزلها، بعضهم يبهرها يكبرها، أحيانا طرف معلومة حتى مش معلومة كاملة ولا هي كاملة المعلومة. صراحة ما وجدنا يمكن أي علاج ناجع اليوم لهذا الموضوع، وش العلاج له؟ أحسنت، أشكرك جدا على السؤال. شوف أستاذ جمال، أنا وياك ممكن بين أرضية مشتركة لأننا دخلنا المطبخ الصحفي ونعمل في حقول إعلامية، وبالتالي نعرف أنه أي خبر أنت تنزله أو أي معلومة تطرحها أو أي رأي يطرح أنت تتحمل مسؤوليته، وبالتالي تقيس أبعاد كثيرة اللي إحنا نسميها اللي هو حارس البوابة وما إلى ذلك، يمكن هذه مصطلحات للعامة قد تكون شوي مجهولة، اللي هي عملية فلترة المعلومة قبل بثها. لا شك أنه كل إعلام يبحث عن السبق، ولكن دائما نقول إذا السبق يؤثر على مصداقية المعلومة فلنتنازل عن موضوع السبق، لابد التثبت من المعلومة وعلى أقل تقدير جزء من المعلومة، وتبث الجزء اللي موجود عندك على أن تستكمل، مطالب أنك تستكمل بقية المعلومات. فيما يخص اليوم السؤال الجوهري والسؤال المهم، أنه اليوم رواد شبكات التواصل الاجتماعي باتوا يلعبون هذا الدور، بل باتوا يزاحمون الإعلاميين في هذا الجانب. هنا نرجع لموضوع التربية الإعلامية، التنشئة الإعلامية. ترى أحيانا مش اللي بث الشائعات أشخاص من الخارج أو يستهدفونك كوطن أو يستهدفون ضرب وحدتك الوطنية أو نسيجك الأمني أو نسيجك المجتمعي، أحيانا أشخاص من ذواتك، ولكن بغية الشهرة، بغية الرتويت، بغية الترند، ممكن أنه يتصدر ويقدم لك أي معلومة حتى ولو لم يكن متثبت منه. هنا نرجع للوعي، أنك من وين تأخذ المعلومة؟ مهما بلغ هذا المشهور مبلغه من الشهرة والتأثير، لا يصبح في يوم من الأيام مصدر معلومة. هذه يعني قاعدة أساسية. هذا مشهور ممكن يأثر على السلوك الشرائي في شراء عقار، في شراء منتجات أغذية، مشروبات، هذا دوره أقصى دور ممكن يلعب فيه، ممكن يؤثر أيضا على سلوكي مثلا التغذية أو ما إلى ذلك، ولكن يكون مصدري في بث المعلومات يعني لم يسبق وإن كانت. ولهذا اليوم حتى نعلم أنه الجهات الرسمية عندنا لما يكون في مؤتمر صحفي لما تستدعي إعلاميين، لأن تعرف أنهم هم الموطن الأساسي لنشر المعلومة. معلومة بالضبط. أحسن، أبي رسائل محددة مختصرة اليوم لكل من يشاهدنا فيما يتعلق بالشائعات بشكلها عام والشائعات الأمنية بشكل خاص، وش تنصحهم كيف يتعاملون معها؟ نعم، أنت في وطن مستهدف يجب أن تتثبت من مصدر المعلومة قبل أن تقرأ رواية المعلومة، حتى لو كانت المعلومة إيجابية وتخدم وطنك، اعرف من هو مصدر المعلومة. ثالثا، إذا
لا أحد يعني حدث عندك لبس في هذه المعلومة وتفاصيل هذه المعلومة، اقرأ التفاصيل، حاول تقرأ وسائل إعلام متعددة أو حسابات متعددة هل هي تذهب بهذا الاتجاه أو لا. مهم جدا تعرف من قال لك المعلومة، مجرد معرفتك من قال المعلومة ستزيل كثير من التساؤلات. بالضبط. أيضا الرسالة للقطاعات الحكومية، وهي بدأت للأمانة آخر 4 أو 5 سنوات تتحسن كثير في هذا الجانب، كونوا شفافين، كونوا سريعين في بث المعلومة حتى توؤدون الإشاعة من مهدها. أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ مشعل الوعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة شكرا لك في هذا الموضوع والشائعات الأمنية. بعد الفاصل لنعود.